ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال بإذن الله. استكمالا لتعلمنا دروس أساسيات دارت من البداية، النهاردة هنتكلم عن حاجة جميلة جدا جدا. هنكمل على آخر حاجة وصلنا لها، كنا احنا آخر حاجة وصلنا لها إن احنا عملنا النيمد كونستراكتور والسنتاكتيك شوجر، صح؟ في حتة طريقة حلوة جدا جدا جدا. دلوقتي انا عندي كلاس الستيرنت ده، هعرف فيه مثلا ولا بلاش نعرف فيه؟ خلينا نبدأ زي ما هو عشان ما نتلخبطش. انا هنا عملت كونستراكتور. الكونستراكتور ده فيه نيم وايج وجريد. طب يا باشمهندس انا مش عايز، يعني انا عايز اعمل حاجة، انا كده مجبر ان انا احط النيم والايدج والجريد. افرض انا ما اعرفش الجريد بتاع الراجل، معايا النيم والايدج بس، مفيش طريقه يا باشمهندس. طب انا ما ينفعش اعملها ايه؟ اعملها كفانكشن؟ في طريقه تانية ممكن تعمل بيها. تعال كده، الطريقه دي اسمها سبيشال او سبيشال كونستراكتور. يعني ايه؟ هنقول له ان انا هكتب student برضو، بتبدأ بنفس اسم الكلاس. ما هو constructor لازم زي ما اتفقنا ياخد ايه؟ نفس اسم الكلاس. بس انت يا special constructor انت مش هتبقى زي، انت هتبقى يعني الخادم بتاعي او الصبي بتاعي او واحد انا بشغله عندي، الموظف بتاعي. طب ازاي دي؟ هنعمل دوت بعد كده بنسمي الاسم بتاع الكونستراكتور. ما انا بقول لك اسمه سبيشال كونستراكتور، هنسميه مثلا نيم اند ايج، اي اسم انت عايزه، تمام. بعد كده نقوم فاتحين نفس القوسين بنفس البراكت ونقوم قايلين له مثلا سترينج نيم and age ومتعامل السيمي كولون. تاني انا عملت حاجة اسمها special constructor اسمها name and age، ده الاسم بتاعها، بتسميها زي اي اسم انت عايزه، بتحط فيها البرامترز او الاتريبيوتس اللي انت عايز تاخدها من الكلاس اللي فوق، الاتريبيوتس اللي انت عايزها من الكلاس اللي فوق. طيب اطلع بقى، انا مش عايز اعمل دي خلاص، انت مش عايزه، هقول له student second student، هعمل متغير تاني من نوع student، بس عايز اديله الاسبيشال كونستراكتور ده. اديهوله ازاي دي؟ هم قايل له نفس ال student، هي طالعه لك ايه، بس احنا هنكتبها بايدينا. هنقول له student دوت، يعني روح لي على الكونستراكتور اللي اسمه نيم وايج، هنقول له بقى النيم احمد مثلا، طيب الايج 35 سنة. لو عملت برنت للسكند ستيودنت دوت نيم، عملت كده برنت، جرب كده اعمل رن، طلع عليه نل. طب ليه طلع لي نل؟ ازاي طلع لي نل؟ تعال كده نشوف، احنا النيم مسميينه والايج عاملينه، طب ازاي طلع لي نل؟ تعال كده اما نشوف. تفتكر عمل نل ليه؟ تعال كده اما نشوف تاني، على مرن تاني نل. طب عمل نل ليه؟ انزل كده تحت، مش انا الكلاس اللي اسمه student بيورث من البيرسون؟ حلو. طب انا هنا قلت له الاسبيشال كونستراكتور بتاعي string name والايج، ايوه، هل student في name وايج؟ لا، نيم والايدج فين؟ في البيرسون.
طيب يبقى اعمل ايه؟ يبقى هو قايل له سوبر هات لي النيم والايدج وساويهم لي باللي موجودين هناك، باللي موجودين عند الاب ايدج وهنا ايدج. بالتالي لما اعمل ران بقى كده ايه اللي حصل؟ طلع لي احمد. يبقى انا هنا الكلاس عشان بي اكستند من البيرسون لازم السبيشال كونستراكتور برضو يودي للاب اللي هو السوبر بتاعه. طيب تعالى ما هنشيل عشان تكون فاهم السبيشال صح، هنكتب مكانه بيرسون، بيرسون سكند ستودنت، وهنا هقول له بيرسون. بس طبعا البيرسون ما فيهاش النيم والايدج، فانا هاخد النيم والايدج دي كوبي وهنزل تحت. تعالى بقى اما ايه نلعب شوية، هقول له هنا بس بدل ما هي student هتبقى person، هتبقى ايه person، احط هنا سيمي كولون واطلع فوق عند ال student وهخليها بقى احنا بنلعب بقى student dot هنسميها جريد. هنعمل الكونستراكتور ده عشان ناخد منه الجريد بس، هناخد منه ايه الجريد بس. طب شيل بقى دي كده ونحط مكانه ايه بقى شطار زيس دوت جريد. وهنا عملنا ايه؟ هنا عملنا ايه؟ راحت فين البيرسون؟ عملنا ايه النيم والايدج؟ لحد كده في حاجة صعبة؟ اطلع كده بقى فوق. بس هنا الجريد اللي انا عامله بيقول لي ان انت عامل سوبر. لا انا مش عايز السوبر بقى خلاص، انا مش عايز السوبر في حاجة، انا بس عايز اوصل لك الفكرة والفرق ما بين الاتنين. هنا احنا قلنا ان احنا لو الكلاس ده بيورث من ده، فانا هنا كنت كاتب نيم وايدج، النيم والايدج مش موجودين في الاستيودنت، فلازم انا مجبر ان انا ابعتهم هنا. فانا هنا لو طلعت عملت بيرسون وهنا بيرسون دوت نيم اند ايج، جربت اعمل رن تاني فعمل ايه نل. يا دي النيلة، طب ليه نل تاني يا باشمهندس؟ عمل ليه نل تاني؟ انزل كده عند البيرسون، ليه عمل نل تاني يا باشمهندس؟ عشان ان هنا حاطط سترينج نيم. لا انا هقول له بقى زيس دوت نيم، لان انا اوريدي النيم والايدج عندي، وهنا زيس دوت ايدج. تعالى كده اما نعمل رن تاني طلع القيمة ايه؟ احمد. تعالى بقى اما نراجع واحدة واحدة على اللي انا قلته عشان انا عارف انك تهت مني. دلوقتي انا عندي كلاس اسمه ستيرنت، جميل. احنا قلنا ان الكلاس اللي اسمه ستيرنت ده بيورث من البيرسون، جميل. احنا كنا عايزين نعمل له حاجة اسمها سبيشال كونستراكتور. سبيشال كونستراكتور كنا عايزين نعمله عشان بدل ما نادي على كل الاتريبيوتس دي، انا عايز انادي على واحدة او اتنين مش اكتر، جميل جميل. طيب السبيشال كونستراكتور اللي انا عامله، عملته مثلا باسم النيم والايدج. طيب هل النيم والايدج موجودين في الستودنت؟ لا. طب طالما لا، يبقى انا مجبر ان انا اقول له يا سوبر يا وسيط ما بيني وما بين الاب، ودي لي النيم والايدج اللي موجودين في الاب ورجعهم لي هنا. فانا هنا لو انا عملت سبيشال كونستراكتور والبرامترز اللي فيه مش موجودين في الكلاس الابن، لازم اودي على السوبر للكلاس الاب. بمعنى ان انا لو عملت دي كده لازم اروح على الكلاس بتاع الاب، لان النيم والايدج مش موجودين في الابن، موجودين في الاب. يبقى انا هنا لازم ازودها هنا وهنا. لحد كده في اي حاجة صعبة؟ طيب انا دلوقتي انا عايز اخد الجريد بس، عايز اخد الجريد بس.
طيب ايه الجريد؟ هل موجود في الستودنت؟ اه خلاص موجود في الستودنت. طب ما خلاص كده اتحلت. يبقى انا ممكن اعمل كونستراكتور اخليه هنا ستودنت وهنا ستودنت بس فروم جريد بس ستودنت دوت جريد، وطبعا حشم الجريد ما فيهاش غير ايه جريد بس، واقول له الجريد بتاعي 3.5، وهنا هقول له سكند نيم دوت جريد. لو انا هنا عملت ران طلع لي كام؟ 3.5. ليه طلع لي 3.5؟ لان الجريد اوريدي متعرف في الاب، مش محتاج ان هو يروح على الاب. لحد كده في حاجة صعبة؟ ده السبيشال كونستراكتور، سواء كنت عامل توريث انهيرتنس او لا. راجع بالله عليك كل الدروس دي واحدة واحدة، لان دي اساس الاو بي. لو انت فهمت الحاجات دي كويس جدا صدقني كل اللي جاي مهما كان هو ايه هيبقى ان شاء الله سهل، وتعرف تتعامل مع اي لغة، مش شرط دارت، مع اي لغة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.